فالرابينج ميثود عبارة عن ايه؟ عبارة عن انك ببساطة بتعمل الموديل عادي، بتخش مش بس بتبص على الداتا من بره مثلا زي في الفلترنج، لا انت في الفلترنج بتبص على الداتا من بره مثلا هل في فارينس ما بينهم، هل مش عارف ايه، لكن هنا لا انت بتعمل الرانكينج بتاعك على اساس انك بتخش وبتبريدكت من الداتا نفسها. حلو، تعال نخش على مثال يفهم لنا الوضع ده. في كذا نوع للسيرشنج، في سيكوينشال فورورد فورورد وفي باكورد وفي باي دايركشنال. تعالوا نبدأ بالفورورد. الفورورد بيشتغل ازاي؟ بنقول ببساطة عندنا مثلا عندنا مثلا في الايرس بتبقى الداتا x1، الفيتشرز اسمها الليبلز بتاعتها بتبقى x1 و x2 و x3 و x4 يا عم، والليبل بيبقى y. حلو، تعالى نعملها فورورد. بيعمل ايه فورورد؟ بيعمل سيت اوف داتا، بيبدأها بواحد مثلا، بيجرب كل واحد لوحده، بيجرب كل فيتشر لوحدها. تعالى كده نبدأ نقول مثلا الـ x1، ويشوف هل قدر من الـ x1 يبريدكت الواي بنسبة قد ايه بقى الايرور بتاعه. يشوف الـ x2 ويجرب الـ x3 ويجرب الـ x4. حلو، دي مثلا جابت له كأكيوريسي 50%، ودي مثلا جابت له 30%، ودي مثلا جابت له 70%، ودي جابت له مثلا 10%. فهنا هياخد مين؟ هياخد الاكس 3. حلو، بعد دي اول اتريشن، الاتريشن يعني اول خطوه. حلو، اول خطوه طلع منها بكام؟ بالاكس 3. الاكس 3 هيحطها كده، دي هيخليها كونستنت عنده في الاتريشن دي، اول اتريشن اهي. تاني اتريشن بقى بيعمل ايه؟ بيشتغل على كابلز، بيقول مثلا دي الاكس 3 خلاص ثابته، نشوف نجرب بقى في الاكس 3 والاكس 1، وبعدين يجرب الاكس 3 والاكس 2، وبعدين يجرب الاكس 3 والاكس 4. حلو، دول على بعض كده قدر يبريدكت منهم الواي بنسبة كام؟ بنسبة مثلا 10%. دول على بعض كده قدر يبريدكت الداتا بنسبة كام؟ بنسبة مثلا 90%، تبقى ودي مثلا بنسبة 10%، فدي ايه؟ هتبقى احسن كابل. فيشتغل دي تاني اتريشن، هيخش على تالت اتريشن اللي هي اكس 3 واكس 4، دول ثوابت. حلو، ويغير في ايه؟ يعملها مرة ب x1 ويعمل x3 و x4 زي ما هي ثابتة، ويغير في مين؟ هتبقى x2. حلو، ويبريدكت من دول الداتا هل ويشوف مين الأكبر وهكذا. دي ايه؟ الفورورد، لغاية ما يوصل لأحسن كومبينيشن. أحسن كومبينيشن اللي هي مثلا ممكن تبقى في الواحد أصلا، ممكن الواحد دي تبقى السبب. أو هنا مثلا يعني مثلا تعالى نكمل المثال، نقول مثلا دي جابت له 15% accuracy ودي جابت له 5% accuracy. حلو، وقف على كده، مين احسن بقى اكيورسي فيهم كلهم؟ اللي هي 90، اللي هي الاكس 3 والاكس 2. هنا الاكس انك تحط عليها كمان زياده هتبوظ الاكيورسي، 15 اهي و5 اهي، وانك تنقص منها هيغير لك الاكيورسي. فهنا احسن سيكوينشال، احسن كومبينيشن اللي هو كام؟ الاكس 3 والاكس 2. فهو هيقول لك ايه؟ ان احسن كومبينيشن عندك الاكس 3 والاكس 2 بالطريقه دي. حلو، دي ايه؟ الفورورد. حلو الكلام. في الباكورد بقى بتبقى عكسها. تعالى نعمل كلير كده. الباكورد بيبدأ بإيه؟ انا التاني بدأ بوان فيتشر، جرب وان فيتشر بعدين جرب تو فيتشرز بعدين، لكن الباكورد هيعمل ايه؟ هيعمل بالعكس. هيبدأ احنا عندنا مثلا اكس 3 اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 والواي بتاعتي، هنبدأ بتلاتة على بعض. حلو، تعال نبدأ بواحد اتنين تلاتة. حلو، يجرب تلاتة بعدين يجرب واحد واتنين واربعة. حلو، طبعا الترتيب مش مهم، انت في الفيتشرز الترتيب مش مهم. لو تفتكروا برضو في ماث 302 301 كان لما مثلا كان بتجيلنا مسألة ان هو عندك مثلا اربع طلاب وفي اربع كراسي جنب بعض، في كام طريقة ممكن احط بيهم الاربع طلاب دول في الكراسي دي؟ فاحنا كنا بنقول لو الترتيب مهم فبنستعمل البي، بيبقى مثلا اربعة بي، هما مثلا تلات كراسي بس، تلات كراسي عند أربع طلبة، في كام طريقة أحط فيهم؟ فيبقى أربعة بي تلاتة. حلو، ده لو الترتيب مهم. لو الترتيب مش مهم فبقول له أربعة سي تلاتة. حلو، فاحنا هنا الترتيب مش مهم، انت في الفيشة الترتيب مش مهم. فأول iteration عندك ليها كام طريقة للترتيب؟
انه مثلا عندك ثلاثة، عندك اربعة قصدي، اربعة فيتشرز، وهتاخد منهم كام؟ هتاخد منهم ثلاثة، فاربعة سي ثلاثة، اربعة سي ثلاثة، افتح معايا الآلة كده، اعمل اربعة سي ثلاثة، هيدي لك اربعة. عندك اربع طرق ممكن ترتب بيهم الثلاثة، تعال نشوفهم كده، واحد واثنين وثلاثة، واحد واثنين واربعة. واحد وتلاتة وأربعة، اتنين وتلاتة وأربعة. مفيش طريقة خمسة تقدر ترتب بيها الداتا دي. فهو هيجرب دول وهيشوف هل الكومبينيشن ده قدر يوصل للواي. حلو، هيجيب الاكيرسي بتاعه، بعدين هيجيب الاكيرسي بتاع ده، بعدين هيجيب الاكيرسي بتاع ده. احسن واحد مثلا ان هو نقول مثلا الاولاني يخش في تاني اتريشن، تاني اتريشن هيعمل ايه؟ هينقص بقى. بس ايه بقى اللي بيبقى كونستنت هنا؟ يعني احنا كنا في الفورورد مثلا بنخلي فيه اللي هم طلعوا احسن اكيرسي كونستنت، وبنزود كمان فيتشر. حلو، في الباكورد لا، احنا بنخليش حاجه كونستنت. احنا مثلا هنا اللي طلع عندنا احسن اكيرسي نقول ان هو اكس 1 واكس 2 واكس 3. حلو، فساعتها لما نيجي في التو في السكند اتريشن بنعمل ايه؟ بنشيل الاكس 4، بنشوف الكومبينيشنز الممكنه للثلاثه، للثلاثه دول بس. فيبقى هنا مثلا حسبناها 4 سي 3، ال second iteration هتبقى كام؟ هتبقى 3 سي 2، مش هتبقى 4 سي 2، لان انت خلاص ال x 4 خلاص هنشيلها. فطلعت مثلا احسن accuracy اللي هي x 1 مثلا وال x 3، دي احسن accuracy في ال second iteration مثلا يعني. فال third iteration هنعمل ايه؟ هنشيل بقى ايه؟ ال 4 و ال 2، فيبقى هنشتغل بس بال 2 دول ك one feature. فهنقول ايه؟ يا اما x 1 يا اما x 3، اللي هما تو possible combinations بس، اللي هو كنا بنقول 2 C1. لو كتبت على الآلة 2 C1 هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 2 بس. فأنت عندك X1 و X3 هما ال combinations الوحيدين. وتشوف بقى هنا أيا كانت ال accuracy اللي طلعت، وهنا أيا كانت ال accuracy اللي طلعت، وتشوف ايه أحسن accuracy من كل اللي عملته ده كله. حلو، وهيبقى ايه ده أحسن combination لل backward generation. الباي دايركشن بقى شغال ازاي؟ الباي دايركشن بيشتغل بالناحيتين ببساطه شديده، بيشتغل بنفس، يعني بيعيد الكلام ده، بيعمل ده وبيعمل ده، وبيشوف احسن اكيوريسي فيهم كلهم، بيعمل الفورورد مع نفسه كده لوحده. حلو، على جنب، بعدين بيعمل الباكورد لوحده على جنب، وبعدين بيشوف كل اتريشن طلعت احسن اكيوريسي فين، وفي الباكورد بيشوف كل اتريشن طلع احسن اكيوريسي فين، ويشوف احسن اكيوريسي فيهم كلهم بقى، في كل في الباكورد والفورورد احسن اكيوريسي في الاثنين. وهو ده بقى ايه احسن كوميرشال فيتشرز في الباي دايركشن. في الراندوم بقى، واحيانا بتسمى الريكيرسيف. ايه الراندوم وبيشتغل ازاي؟ احنا مثلا لما نيجي بنشتغل بالفورورد او الباكورد، ما بنشتغلش كل الكومبينيشنز الممكنه على فكره. احنا تعالى كده نحسبها بالراحه. نقول مثلا ان عندنا ثلاثه فيتشرز x1 x2 x3. حلو، هنقول ان مثلا اول اتريشن في الفورد هتبقى ايه؟ هتبقى 3 C1، صح؟ دي اول اتريشن طلعت مثلا ان احسن حاجة اللي هي x3، احسن accuracy، فهنثبتها. وهيبقى في تاني خانة دي متغيرة بين الاتنين دول، فعندنا هيبقى two combinations بس، اللي هو 3 2 بقى 2 سي واحد. انت الخانة دي هتبقى، طبعا امسحها كده، الخانة دي هتبقى الكومبينيشن بتاعتها كام؟ 2 C1، ان انت هتختار من تو فيتشرز فيتشر واحدة بس تملى بيها الخانة دي. حلو، دي تاني ايه اتريشن. تالت اتريشن بعد ما ثبتت الاكس 3 والاكس نقول واحد مثلا، حلو، مبقاش عندك غير واحدة وان كومبينيشن بس انت اللي هتحطه، يا اما هتحط بس اكس 2 اللي هي كام؟ هتبقى 1 C1. تعال نحسب دي، نفتح الآلة كده، 3 C1 هيدينا 3 بلس 2 C1 اللي هي 2 بلس 1 C1 اللي هي كام؟ 1. كده هيبقى عندك ال iterations اللي هتحصل كام في الفورورد لما يبقى عندك 3 feature؟ 6. حلو، في الباكورد تعال نحسبها في الباكورد بالراحه كده. هنقول ايه؟ في الباكورد عندنا 3 فيتشرز، فهنشوف هنبدا ب2، فهنشوف 3
C2 حلو. بعدين تاني iteration هتبقى 2 C2، بعدين في الفيتشر اللي بعدها هتبقى 1 C1. تعال نحسبها كده، 3 C2 هيبقى 3 بلس 2 C2 هيبقى 1، 1 C1 اللي هي 1، فهيبقى عندك 5 iterations فقط. ولكن لو جينا اصلا يعني احنا كده عملنا كام؟ هنا عملنا 6 combinations وشفنا احسن واحد فيهم، هنا عملنا 5 combinations وشفنا احسن واحد فيهم. ولكن الحقيقة هو مفيش 6 بس و5 بس، لا هو المفروض انه في اول iteration اللي هي في الراندوم. بقى الراندوم هتعمل ايه؟ هتقول انه في اول iteration هنشتغل 3 3 خانات، فالثلاث خانات مش هيحذف ولا يشيل حاجة، هيشتغل الثلاث خانات. لا قصدي 2 بقى، هيشتغل 2، فهيشتغل ايه؟ 3 C2 زي اللي هنا، 3 C2. في تاني اتريشن بقى مش هيمسح حاجة، مش هيمسح، هيفضلوا 3 زي ما هو، الفضاء العينة مش هيتغير، هيبقى 3 C1 بقى. فتعالى نحسبها كده، فهيبقى 3 3 C2 ب3 و3 C1 ب3 برضو، فنبقى عملنا 6 كومبينيشن. وطبعا ما ننساش انه ايه، انه في ان هما 3 على بعض، فممكن نبقى زود واحد ويبقى كام؟ يبقى الثلاثة على بعض دول كومبينيشن، فيبقوا كام؟ فيبقوا 7. فهنا انا عملت كل الكومبينيشنز الممكنة وبغير ما بينهم، كل الكومبينيشنز الممكنة وبشوف احسن اكيورسي بينهم، مش بس بشيل وبحط وبمشي. هما دول عاملينها بشكل اقتصادي شوية، ان انت ايه ما تضيعش ريسورسز كتير، فانت ايه هتشتغل على سيكونس معين، لكن ده في الراندوم هتشتغل عشوائي، هتشتغل بكل الاتريشنز اللي ممكنة وتشوف ايه احسن اكيورسي اداها لك.